البطلة شغالة في وكالة ترفيهية، ويعيني ربنا يصبرها في شغلها، مش ملاحقة، بتبقى جد ومش مركزة مع حد، بس عيون الشركة كلها مركزة معاها، مش حسد، لأ دي الله يكون في عونها، تلقت 3 اعترافات اعجاب في يوم واحد، ضغط عليها مش ممكن. نشيل عنها شوية يا جماعة. اول واحد اعترف لها بحبه كان صديق البطلة من 10 سنين، فجأة نونوت في دماغه يقف قدام الشركة كلها ويقول للبطلة انه شايف ان ده الوقت المناسب لارتباطهم، اللي هو انت تستنى 10 سنين وتقولي مناسب؟ طب استنى حبيبي 50 سنة نكون اتعرفنا ببعض اكتر. تاني واحد اعترف لها كان مدير البطلة والاكس بتاعها كمان، وكان عايز يقول لها كلام بس فضل مهنج. فالبطلة: وانا معاك، بحس ان عمري بينفذ، ما تخلص وتتكلم. وواضح انه والهان وكان بيعد الليالي والايام عشان يرجع لها، لكنها شحطة ولا تبالي. تالت واحد بقى ده حوار، شغال ممثل وايدول، فنان شامل من مجاميعه، وكان مخلي البطلة تعلمه السواقة، ولسه بتقوله انا لو كنت بعلم حمار كان زمانه ساق واشباهك ما يشلوش رخصة. رحمة بالبشرية لقيته محترف سواقة، بس كان بيستهبل عشان يلاقي حجة يشوفها بيها كل يوم لانه معجب بيها، فاتصدمت قوي. فهو طبعا مش مصدق ان نجم زيي معجب بيكي، فيخرب بيتك وخرب بيت سنينك على عربيتك وايامك السودة اللي جاية. يعني انا باجي على نفسي بعد الشغل وفضيلك وقت عشان اعلمك السواقة، وفي الاخر تقول لي معجب؟ وقامت مدياه بالقلم على وشه وبتحف راسه ونزلة من العربية، كويس انها مشيت قبل ما تقتله. ومن صدمتها النفسية حبيبة قلبي قعدت تحكي لصاحبتها على اللي حصل، فصاحبتها حست انها بتشتغلها، اللي هو ازاي ممثل اصلا يبصلك، لحد ما سمعت الممثل بنفسها وهو بيقول انا مستعدة ادي $1,000,000 لاي حد يديني معلومات عنها. فصاحبتها اللي هو ظهرت: هو انا ما قلتلكش ان انتمتها؟ هل لسه العرض ساري؟ انا من اكبر معجبينك. تاني يوم البطلة لسه بتصطبح في الشغل، لقت التلات معجبين في وشها، وكل واحد عمال يعلي على التاني. المدير يفتخر انه كان مرتبط بالبطلة، وصديقها بيقول انا عرفها من قبلك من 10 سنين، والممثل يقول له يا عيني ولسه برضو مجرد صديق، انا اسمي لوحده كفاية. فالبطلة القادرة قالت لهم لموا نفسكوا بقى، ومشيت تجنبا للصداع عشان تحافظ على سلامها الداخلي، لحد ما السلام الداخلي اتمسح بيه ارضية الشركة، لانها لقت ليها مطارد مريب بعت لها رسالة وانه مراقبها طول الوقت. فالبطلة كلمت الشرطة وديتهم الرقم، قالوا لها انه صعب نوصل له عشان بيستخدم تليفون غير قابل للتعقب. فقالت لهم ومنكم نستفاد، اي مشكلة هتواجهني تاني هتصل بكم على طول. بس عامة عرفت ان الرسالة اتبعتت من شركتها، فقالت مين اللي امه داعي عليه وبيعمل كده، وبدأت تشك في التلات معجبين، لحد ما لقت في اكلتها المفضلة قطر عور صباحها، وكان بتاع المدير، فاللي هو يا لئيم اكيد قاصد يسيبه عشان يعورني، فشكت فيه بس ما عرفتش تمسك حاجة عليه. تقوم جاية تروح تلاقي الممثل على باب بيتها، فهي عرفت مكاني منين، ولما لقيته عايز يدخل قالت له هي وكلت ابوك، ده لا ممكن اخلي اهلك ما يشوفوك. واذا فجأة يدخل صديق طفولتها ويقول لها اصلك نسيتي حاجة في المكتب وانا جيت ارجعها لك، واذا بالاتنين المعجبين يشدوا في بعض خناق، وهي ارحموا اهلي بقى. تقوم تلاقي المدير في وشها وجايب لها لزق طبي عشان ايديها اللي اتعورت، وطبعا كل واحد سببه اتفه من التاني. فالبطلة بقت متأكدة ان حد من التلاتة دول هو اللي بيطاردها، يعني بالمنظر ده مش كلهم، ابدا واحد فيهم. تاني يوم في الشغل لقت مديرها مقعدها وقت اضافي في العمل على اساس ان الشغل مقطع بعده، والبطلة لقيته عمال يتكلم عن الماضي بتاعهم وايام ما كانوا مرتبطين، ممكن تحن بس هي من الاول ما عندهاش دم، وكرشته ولسه بيقوم يعمل حاجة. البطلة حست ان في حد مراقبها وشافت سكينة وقع على الارض، وبعدين لقت المدير في وشها وجاية تقول بس هو ده المطارد، وش لقت الممثل طابب عليها اللي هو وبعدين بقى، وانت ازاي عرفت مكاني وان هشتغل متأخرة، يا ترى مين فيكم المعتوه؟ والاخوة المعجبين عمالين طول الوقت مخونين بعض. معرفش ليه ملاحظة ان في مسلسلات الويب ان دايما بيظهروا كوريا انهم لا بيتعلموا ولا بيشتغلوا، بيرتبطوا بس. المهم كان في يوم تصوير للممثل، فجاله صديق فنان يشجعه واللي هو انت جاي تصور ولا جاي تسبل للبطلة؟ فالممثل قال له بنت اللعيبة دي شكلها محظوظ لان قلبي دق لها.
فالفنان قال له مشكلتك انك متواضع. فالممثل لا، ما انا ما عنديش مشاكل اساسا. وعشان الفنان على معرفة بالبطلة قعد يقول لها ان الممثل ده لطيف جدا وطيب بس بيتفهم غلط، فالبطلة ابتدت تتعاطف معاه. من ناحية تانية الفنان حذر الممثل انه ما يكررش الا عمله زمان، وطلع انه قبل كده كان ليه زميل بيحبه قوي وكانوا بيتدربوا سوا، لكن اول لما الممثل عرف ان زميله ده هيترسم اقنع شركته ان هي تلغي الفكرة عشان هما الاتنين يترسموا مع بعض في نفس الفرقة. لكن للأسف البطل هو اللي ترسم وزميله لا، فضاعت فرصته. ودلوقتي زميله ده شغال مدير اعماله وحياته صعبة لكنه متقبل الوضع وبيأكل عيش. وساعتها صديق البطلة سمع الحوار ده وشك ان الممثل هو المهووس والمطارد ده عمل كده مع زميله، امال مع البطلة هيعمل ايه؟ هوب البطلة لقت المطارد ناشر صورها في موقع التصوير، ولما حاولت توقف الموضوع ايديها اتعورت تاني، والممثل خدها معاه عشان تهدى وقعد يقول لها انه بيواجه حاجات من دي يوميا، اجمدي كده ما تبقيش خرعة. فالبطلة ابتدت ترتاح له اكتر لحد ما صديقها جه وحذرها باللي سمعه، بس البطلة ما صدقتوش ودت للممثل فرصة وخرجت معاه بحجة ان هي مش حابة تنتقده زي الناس. هو ايه قلبها حجر؟ جه يوم ميلاد البطلة ونلاقي كل واحد فيهم مجهز لها هدية مرزقة، خصوصا صديقها مجهز لها كل اللي بتحبه وقال لها ما تقلقيش هشوف لك مين اللي بيمشي وراكي، وعمل فيها المفتش كرومبو. ففي الاول البطلة كانت مرتاحة له لحد ما قابلت شاب وسيم كان معاها في الجامعة، فقلت اوبا هيطلع بيحبها هو كمان ولا لا، لكنه فلت من المخرج المرة دي وطلع بس بيحذرها من صديقها وقال لها ان هو طول عمره كذاب وايام الجامعة كان عمال يضحك علينا وبيقول ان هو مرتبط بيكي ما تثقش فيه. فطبعا البطلة خدت كلامه من هنا وراحت واجهت بيه صديقها من الناحية التانية، فقال لها فعلا حصل بس كنت بهزر عادي. فالبطلة طلبت موبايله عشان تتأكد انه فعلا بيدور على المطارد مش بيستهبلها، فلقت رسالة مبعوتة له مكتوب فيها انه كان طالب من فريق الامن يمسح كاميرا المراقبة. فلو انت بناء على ايه بتعمل كده؟ اكيد انت المطارد ومش عايزني اقفش عليك دليل. وهو مهما يحلف لها انه بالصدفة ظهر في الكاميرات في نفس وقت المطارد وهو بيهرب، فمسحتهم عشان خفت تشك فيا فشكت فيها اكتر. طبعا الممثل اللي كله احاسيس راح يواسي البطلة من صدمتها في صديقها، فالاخت ضعفت ووافقت انها تحبه. ساعتها المطارد صورهم وبعت الصور لصاحبتها وقال لها لو ما فضحتهاش قدام الاعلام هوريك الويل، فصاحبتها رفضت، فاضطر بنفسه يذبحها قدام الاعلام وخلى الدنيا كلها تتقلب على الممثل عشان ارتبط. فالممثل جه يروح بيت البطل على اساس يفهمها الوضع، الصحفيين قفشوا هناك واتقال عليه انه معتوه ومطارد، والاخت ما كانتش في البيت اساسا لان المدير الحنين خدها بيته عشان يبعدها عن الاعلام. مش معقول حاسس عن التاني. بس فجأة البطلة لقت السكينة اللي كانت شافتها في المكتب قبل كده من المطارد في بيته. مش بس كده، دي كمان لقت اشعار عن قد ايه هو بيكرهها وعايز يقتلها. عادي من الحب ما قتل، بس هي مش مستوعبة وقالت بس انا اخلع من هنا في صمت عشان تعرف تبلغ عن السايكو ده. لكنه قعد يحلف لها انه اصلا اهبل وبيكتب اي كلام يفك عن نفسيته مش اكتر، لانها جريت من بيته وبقت ثقتها في المدير وصديقها تحت الزيرو، فتحاول تعرف مين فيهم ورا الموضوع وما كانتش واثقة غير في الممثل، فراحت ساعدته الاول لتخلص من الاشاعات اللي طلع عليه وانقذت موقفه. ولو اخيرا لقيت حد طبيعي احبه. لحد ما وهي رجع البيت لقت صاحبتها بتعتذر لها وقالت لها ان المطارد اللي هددها يبقى الممثل. فالبطلة ياسنين البيضة عليا وجريت على مدير اعماله بما انه زميله صديق عمره وسألته على ان ده بجد ولا لا، فاعتذر لها انه ما قالهاش قبل كده عن حقيقته. فاللي هو نعمل ايه بالاعتذار ده؟ ده نديته قلبي وخونت اتنين من اتفه البشر. ولسه البطلة بتفكر هتهب فيه ازاي، لقت صديقها والمدير بيكلموها وبيقولوا لها انهم اكتشفوا المطارد ولازم ما تبقاش لوحدها. لكن البطلة كانت في مكان مثالي للخطف فتلقفت، فطبعا افتكرنا الممثل هو اللي خدها لكنه طلع بيدور عليها هو كمان. فراح المدير وصديق البطلة قالوا له ان مدير اعمالك هو اللي ورا الموضوع. اي نعم ما كانش مصدقهم لانه نسمة بالنسبة له، لكن قرروا يروحوا يشوفوه. وطلع مدير اعمال البطل حابس البطلة ومكتفها وبيقول لها اعترفي قدام الكاميرا ان الممثل هو اللي بيطردك عشان ادمر له حياته. فلو هو مش ملاحظ ان هي مربوطة واي حد هيعرف من الفيديو انك مهددها يلا
ربنا مش بيرزق الذكاء لكل الناس، والحقيقة هو بيعمل ده كله عشان البطل زمان هو السبب انه ما يترسمش. والبطل اللي هو كابتن، طب انا ايه دخلني في الحوارات دي كلها؟ ما تحلوها مع بعض، انا مالي؟ وقعدت تاكل في نفسها اللي هو ازاي التلاتة الامارات اللي بيحبوني صابرين عليا. وقامت مهزقة زميل الممثل بانه فاشل، وياريت بطل يعلق شماعة غبائه على الاخرين. الممثل خبط على زميله وسأله، هو انت لسه بتكرهني وشايل مني بسبب موقف زمان؟ قال له لا خالص، ده انا نسيت تماما ومش فارق معايا. والبطلة لولا انها مربوطة ومش عارفة تتكلم كانت قالت له كده مسامح، امال لو متضايق وشايل هتعمل فينا ايه يا معلم؟ بس في الاخر البطلة فكت نفسها والبطل لمحها ومسك صاحبه نفخه، وصديقها والمدير دخلوا يلحقوها برضو. يعني دي مثلا ما نقدرش ننبر في حظها، لان احنا مش هنبقى عارفين نحقد على ايه ولا ايه. المهم اتقبض على مدير اعمال البطل. بعدها صديق البطل استقال من شغله، فالبطل اللي هو اوعى يكون بسببي، فهو لا خالص، لكني لو فضلت هنا مش هحب غيرك. ايوه يعني بسببها. اما بالنسبه للمدير فوصل له خلاص فكره انها مش هترجع له. والمحروسه كملت حياتها السعيده مع الممثل، والحقيقه انا شايفهم كلهم اصلا مطاردين. اما عن اسامي بانز الجميل، دنيا محمد، ابرار، احلى سلومه في الدنيا، هيفاء، نهر محمد، حنين ادم، قارن، ايمان، حلا، نيمو، خلود احمد، نجلاء صالح، ونورهان ناصر. اما عن الرسائل ففي اكونت باسم بي تي اس لوفلي بويز بتقول ادعوا لي اجيب درجه كويسه في الامتحانات ولكم بالمثل، واكونت باسم شهوده بتقول ادعوا لي احقق احلامي، ونوع عبد بتقول كل سنة وانت طيبة يا أجمل منا في الدنيا، وملك روحي بتقول ممكن تدعولي بالنجاح، ونرمين بتقول ادعولي عندي امتحانات كتيرة وخايفة أجيب نقط مش كويسة خصوصا في الرياضة، ومالك كوكي بيقول ادعولي عشان أدخل الامتحانات، ونورهان بتقول ممكن تدعولي أنحف 30 كيلو عشان بتعرض للتنمر، وكان باسم عاشقة القطط بتقول ممكن تدعو البابا ربنا يشفيه وتدعولي أنجح بتقدير كويس، ومنار بتقول أنا حامل وبتمنى إنكم تدعولي لي اولد بالسلامه، وامنيه محمد بتقول ادعوا لي اجيب مجموع عالي وادخل الكليه اللي نفسي فيها، وعز الدين بيقول ادعوا لي اجيب معدلات حلوه، ونهر محمد بتقول ادعوا البابا يخف ويرجع زي الاول، وحسين عمران بيقول ادعوا لي انجح، وميار احمد بتقول ادعوا لي اخش الكليه اللي انا عاوزاها واعدي الثانويه على خير، والهام بتقول ادعوا لنا يا جماعه الله يكفينا شر كل ذي شر، وكان باسم ليسوا بتقول ادعوا لي انا داخله اعدادي السنه الجايه ومش عايزه انقص، وماما هتزعل مني جدا لو نقصت، عايزه اقفل، ودكتور نوفلست بتقول ادعوا لي اجيب امتياز واحقق كل اللي بتمناه، وحنين الحسيني بتقول ادعوا لي لاني عندي امتحانات، واسمه بتقول ادعوا لي اجيب درجات عاليه واعدي السنه دي اللي مش ناويه تخلص، وريداء بتقول ينفع تدعوا لي اجيب 99.99 بليز، وداليا عماد بتقول انا في ثالثه ثانوي ادعوا لي اجيب 98%، مش عايز اكتر من كده عشان ادخل طب. وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضه من قناه كوريا أنيو.